انما تشيل اوت هل في، لان احنا شفنا قبل كده الصفقه اللي عملتها دوله الامارات في محطات توتال، وبقى عنده بالضبط. بقى عنده نص المحطات بتاع توتال جوه مصر، فهو بالنسبه له وطنيه او يعني تشيل اوت تديله تقل كبير في السوق المصري، وسوق محطات البنزين في مصر ده مش حاجه يعني قليله ومربحه جدا. كلام حضرتك سليم، صفقة أدنوك تحديدا مع توتال استحوذت على نص المحطات، كانت قيمة الصفقة دي تقريبا 186 مليون دولار، وعلشان كده حتى الناس لما بتتكلم على فكرة التقدير بيتكلموا إن إذا استطاعت إنها تدخل في ديل زي الخاص بي وطنيا عندها 255 محطة، إن هو هيدي لأدنوك أكبر تواجد خارج الامارات. فعشان كده الفكره ان في اكتر من شركه كمان بيتكلموا على هذا الموضوع، كانت بترومين السعوديه تتحدث عن هذا الامر، فهو امر جيد، وفكره دخول او وجود الشركتين بيطمن المستثمر ان هو مش هيدخل حاجه وحاجه ثانيه تبقى قدامها بتنافسها. اللي مأخر شويه الموضوع الخاص بتشيلات، او اللي ممكن يأخر الموضوع الخاص بتشيلات، هو الموضوع اللي حضرتك اتكلمت فيه، لان هل المستثمر اللي داخل ده داخل ياخد مولات، ولا هو داخل يستثمر في محطات البنزين؟ فعشان كده انا لو اشتريت شيل اوت ما تخلاش عن المحلات ابدا. يا نهار ابيض، سعر الارض دي اللي جنب محطه البنزين، محطه البنزين ما تجيش جنبه حاجه،